حاول التمرير لياسين الشماخي، تتقصى الكرة عكس الهجمة، فوتو لابا كوتشو، كوتشو 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 أمامه سيف دقة، كوتشو يترقب يتريس ثم يراوغ، التوزيع والهدف الأول، والهدف الأول أيوب الكعبي، والهدف الأول لنهضة بركان أيوب الكعبي. قلت يتريس التوكولي، والفرحة المغربية من مدرجات ملعب رادس، تربص وتريث تريث الفريق المغربي وتمكن من التسجيل في توقيت صعب وصعب جدا على الافريقي. الدقيقة 27 بعد هذه العملية، شوفوا كيفاش سيف تقاب غاي تبع في التوكولي، ممتازة التوزيعة بالساق اليسرى ودون رقابة على مستوى القائم الثاني، أيوب الكعبي الهداف بالراس يحط كرة في شباك عاطف الدخيلي ويكاد يقضي على طموحات وأحلام وآمال الأفارقة بهذا الهدف. أيوب الكعبي بالراس كما قلنا، وهذه فرحة بنك الاحتياط.